موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة مدنيين اثنين جراء قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقسد استهدف الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. مديرية صحة إدلب اليوم تحذر من كارثة صحية وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات في حال توقفت عملية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 11 عنصرا من قسد حاولوا مهاجمة منطقتي درع الفرات ونبع السلام شمال وشرق سوريا وفق بيان الوزارة. مظاهرات في بلدتي الجنيدية بريف الحسكة والبصيرة بريف دير الزور احتجاجا على سوء الخدمات والتردي الوضع المعيشي. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عشرات الشبان على حواجزها العسكرية في محيط مدينة الرقة وتسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري. البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة تصدر بياناً تقول فيه إن المملكة تشعر بالرعب جراء عدم احترام نظام الأسد للقوانين الدولية وتدين رفضه لقبول التوصيات بإنهاء الهجمات ضد المدنيين.